نبيها الولهازي، عمري 25 سنة، مديرة الإدارة العامة للشركة لمة الحباب. هي عبارة على شركة تقدم خدمات للمسنين، تتمثل في نادي ترفيهي للترويح والترفيه عن المسنين. المسنين المستهدفين متاعنا هما ما يفوق سن 60 سنة، يعني المتقاعدين بالأخص، إنه الجيل التونسي الجيل الثالث والثاني ابتعد أكثر يعني على التراث التونسي والهوية التونسية، الحضارة التونسية التقليدية. هكا يعني حاولنا أن نجمعوا المسنين مع الجيل الثاني والثالث. هذه هي شركة لمة الحباب. عندنا 6 فرق حاضرين اليوم، 6 فرق اللي كونوا شركات، لموا راس المال نتاعها، صنعوا منتوج، روجوه، وزعوه، واليوم فما فريق نتاع حكام اللي باش يقيم الخدمه نتاعهم والعمل نتاعهم. الناس الكل خدموا بالكدا، لكن لازم نختاروا ونبداو توت سويت بالفرق. ونستدعى لهنا على روحكم معنا لمة الحباب. أما رؤيتنا أن تكون شركتنا مرجع للعناية بالمسنين والترفيه عنهم، ورسالتنا هي الاعتناء بالمسنين والحفاظ على الموروث الثقافي من عادات وتقاليد. في إطار تفعيل مخططاتنا، نظمت الشركة يوم ترفيه للمسنين بمنطقة الزهور، وتضمن اليوم الترفيهي ألعاب، مسابقات، برعات يدوية، منتديات وهدايا. ومثلت هذه الأنشطة مداخيل هامة نستعرضها لكم مع مدير المالية، وشكرا. تم بيع 85 سهم بقيمة 5 دنانير للسهم الواحد، وبقيمة جملية لرأس المال بلغت 425 دينار تونسي، وبلغت جملة المبيعات 568 دينار، في حين كان جملة المصاريف 468 دينار تونسي. وفرت شركتنا لمستثمريها نسبة أرباح تفوق 23.52% للسهم الواحد. قررت نشارك كي سمعت بجمعية إنجاز، جت للمركز متاعنا متاع التكوين، عجبتني الفكرة كي قدموا يعني إنجاز هي شنو يعني وشنو تنجم تقدم للشباب، خاصة شباب تونس. عجبتني الفكرة وقررت نشارك معاهم، حبيت نعملها التجربة. مستعدين ولا ايه؟ سوبر. ما في إنسان بده يخسر، كل الناس بدها تربح، يعني أكيد بدنا نفوز. لو مومون اللي تستناو فيه الكل من اول نهار. استفاده كبيره ان شاء الله من جمعيه انجاز، يعني لو ما كانت جمعيه انجاز ما كانت تتاح الفرصه اني ندخل في سوق الشغل هكا، ولا نعرف حاجات كيف هكا على التسويق، على اداره الانتاج، على العلاقات العامه، على كنت ما نعرفهمش هذوما. بالنسبه الاحسن مؤسسه، ونذكر اللي الفريق هذايا باش يمشي في نوفمبر الجاي للدوحة باش يمثل تونس. نستدعاو بحذانا